إقامة مشروعات اقتصادية تحقق القيمة المضافة لثروات مصر التعدينية أهداف واضحة تعمل عليها وزارة البترول والثروة المعدنية. تلك التصريحات جاءت من قبل وزير البترول والثروة المعدنية خلال زيارته التي رافقه خلالها محافظ الوادي الجديد لمشروع مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد والجاري تنفيذ أعماله. وفقا لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية وتوجهات الدولة في تعظيم القيمة المضافة من الثروة المعدنية بتاعتنا أو الثروة الطبيعية بتاعتنا، وهي أن احنا ما نصدرش المادة الخام بتاعتنا بدون أن نقيم عليها بعض الصناعات التحويلية أو بعض صناعات القيمة المضافة. ده من احنا بتزود العوائد ناحية نمرة 2، بتقلل من استيراد بعض المنتجات التي يتم تصدير المادة الخام ثم نعيد استيرادها في شكل منتج نهائي. فاحنا من ضمن البرنامج الخاص بشركة فوسفات مصر موضوعين. موضوع الأولاني هو بداية إنشاء مصنع لإنتاج حمض الفوسفوريك، ودي خطوة أولى، بعدها سيعقبها إنتاج الأسمدة الفوسفورية. المشروع الجديد يجسد ويحقق توجه الدولة نحو إقامة مشروعات كبرى لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية وتحقيق عائدات مرتفعة من تصنيعها محليا. هذا المشروع تكلفته حتى الآن عشان الشركات دي هتنفذه، تكلفته وعودة خط السكة حيود أهم حاجة، هيوصل لل 20 مليار جنيه. ده استثمارات في الوادي الجديد. زي ما انتم شايفين الهضبة دي طولها 300 كيلو، فيها كمية فوسفات، كانت بتطلع مادة خام إن شاء الله هتبقى قيمة مضافة. الطن اللي كان مثلا بنبيعه بشيء فلاني، العائد الاقتصادي بتاعه بعد ما يتصنع هيبقى حمض فوسفوريك، وهيبقى الأسمدة وصناعات تحويلية وصناعات تكميلية، هيفيد أبناء الوادي الجديد والمحافظات المجاورة في الصعيد، بحيث إن احنا نعمل صناعات صغيرة ومتوسطة.